أم عامر أختي بنت عمتي، أنا أحبها ومشتاقة لها، بدي بس أشوفها وأسأل عليها وأسأل على أخبارها وأرد أخذ تليفونها أخابرها، وأتمنى بس أشوفك يا أختي يا أم عامر، وإن شاء الله ورجلها اسمه سليم وهي صديقة، وإخوانها شلونهم، أخوها اسمه نعيم وأخوها اسمه غريب، وهم بس هم بغداد باقي. كنتي تحلبين البقر وكنتي احكي لي احكي لي يلا احكي لي لا كان هيك بقرات، كانت عندي بقرة وربيتها واخذ حليبها واسوي روبة واسوي حليب واسوي، والنبصة جابت وكبرتها هم مثلها، هم اخلي هذا ابني الصغير هنا وانا قعدت اخته واحلب نبسط له العمارة كركوك. العمارة ايه ثلاثة ثلاثة، المدرسات مالات الولد يجني، المديرة المدرسات خالة ودينا بطل حليب، خالة ودينا هذا ودينهم المدرسة قبالنا مال البنات والولد. بعد شخدي ما خليت شي كله جبته كله جبته شي كله، ويا الشاي ويا الشاي، انت دوشقي وغطاي، انت زاري العليمي، انت المشرك بضيمي، انت اخوي وانا اختك، مداد الذهب بعته، كيس فلوس صرفته، كله على الشكر والشاي، ويا الشاي ويا الشاي، انت دوشقي وغطاي، انت دوشقي وغطاي، وانت زاري العليمي، وانت المشرك بضيمي، انت المشرك بضيمي، وانت اخوي وانا اختك، ابني بالمهد عفته، عيون اركاك ما شفته، عيون اركاك ما شفته، كيس فلوس صرفته، كله على الشكر والشاي، ويا الشاي ويا الشاي. كله على الشكر والشاي خالة؟ اي اي كله على الشكر والشاي. تحبين الشاي كثير؟ ايه. كنا هم عابدين عباد الشاي. هم العراقيين يحبون ايه يوم جابوا العدة ظلت روحي مرتدة، يوم جابوا الاستكان كل عظم رد بكان، يوم جابوا القوري ميتة ورفن زروري. الله كلها على الشاي.